اليوم جئت لأجل الشباب كذلك وجودي هنا لشيئين. أول موجودة مع الطاقم يعني الإنتاج طاقم الإنتاج الإيراني هنا باش نكملوا يعني لوغوبيراج تاعنا، بقاو لنا أشياء كثيرة أشياء قليلة عملنا لوغوبيراج لكن عاودوا نرجعوا لها. لكن كذلك موجودة لموضوع مهم جدا وهو غدا إن شاء الله، وذلك نقول بمساعدة والي الجزائر والي مسيلة اللي نشكره كثير كثير، مساعدة كذلك كثير من المهنيين. غدا سيتم إن شاء الله الإعلان على مشروع المدينة السينمائية في بوسعاد.